وسط أجواء احتفالية ومن دون أي مفاجآت، أعلن رئيس الوزراء التركي ورئيس المنتخب رجب طيب أردوغان الخميس اختيار وزير الخارجية أحمد داود أوغلو لخلافته في رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئيسا للحكومة المقبلة. الإعلان جاء عقب اجتماع استمر لعدة ساعات للجنة التنفيذية للحزب الحاكم. ربما أفكر للأمام قليلا، نفس المعايير التي تتوفر في داود أوغلو لرئاسة الحزب سيكون مرشح الحكومة 62 لتركيا، هو وزير خارجيتنا أحمد داود أوغلو. وسيعقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية في 27 من الشهر الجاري ينتخب فيه أوغلو رسميا، ويتوقع أن يكلفه أردوغان برئاسة الحكومة في وقت لاحق. داود أوغلو الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية يعد مقربا ومخلصا لأردوغان، شغل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الوزراء ثم وزيرا للخارجية في 2009.